إذن مشاهدينا نعود لكم من جديد في مباشر جديد من حد سوالم مشاهدي قناة شوف تيفي. كما كتابع معنا على المباشر فخطير سلك كهربائي ساقط على الأرض لواحد المدة طويلة وتهدد سلامة المواطنين. فكما كتابع معنا مشاهدي قناة شوف تيفي هذا السلك الكهربائي اللي تيقولوا هاد الناس أنه ساقط واحد المدة هنا بهاد المنطقة في حد السوالم وتهدد سلامة ديال المواطنين مشاهدي قناة شوف تيفي. إذن كما قلت مشاهدينا وكما كتابعوا معنا فخطير جدا هذا السلك كهربائي اللي سقط في الأرض لواحد المدة تقولوا الساكنة هنا بهاد المنطقة في حد السوالم وتهدد السلامة ديال المواطنين وديال المرة اللي تمروا من هاد الطريق هادي. تفضلوا معنا تفضلوا معنا حكينا على هذا الخيط شحال المده هو طايح هنايا وفيه الضوء. خويا هذا الخيط هذا تقريبا واحد 6 سنين هو طايح هنايا والدراري ولادنا كيلعبوا هنايا حتى الدار عندنا دابا هنايا وكاين الغنم الدراري صغار كلشي بنادم كيدوز ينقزوا وما كاينش اللي جا يهزوا. دابا كنعيطوا للبلديه كاع ما كتجي كتهزوا. كتعيطوا للبلديه ما كاينش. شحال من عام هو هنايا؟ 7 سنين هو طايح هنا. 7 سنين 7 سنين طايح. ما كاينش اللي جا كاين ما كاينش التسوق اللي قاعد ولادي ومجروح. دابا راه فيه مجروح مجروح واخا كيلعب وحده فيه كلشي راه مجروح راه كيدير واحد الجرح. هذا شرح عاوتاني شرح عاوتاني. عندك 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 دابا هادي دوز واحد فوق من هذا صغير يمشي مرة ربع في النهار كيطيح لينا الضو ما عندناش كيفاش تاني عندنا باش كيطيح بالليل ما كاينش اللي يطلع علينا الضوء. كيطيح لكم الضوء كيوقعوا مشاكل في الضوء. تفضل تفضل معنا تفضل معنا. مشاكل ما كاينش اللي كيجي يطلع علينا الضوء هنا وشحال من مره كينعيطوا كلشي وما كيجيوش. بالنسبه لهذا راه خطر على حساب الدراري. هذا بالنسبه لهذا الخيط راه خطر لنا للدراري. انا كنشوف كنشوف هذا الخيط هو دابا عريان هنا شوف عريان والدراري هنا كيلعبوا. كتشوف الساكنه دابا راه الدار هنا راه قريبه هذا راه ولاده هنا كيلعبوا. انا يعني هادشي راه خطا وشكون ما كاينش واحد اللي غادي يتسوق لك لهادشي. يعني 6 سنين وفي هاد الحاله اكثر من 6 سنين ملي بدا التريه ملي بدا التريه طيحوه هو بقى بحال هكا حتى هو واحد ما هو الطريق مقطوع. الطريق ما كتشوف الفوطو ديالو حتى هو واحد ما نتمنوك كما كتشوف الاخ ديالو الفوطو ديالو فين طايح راه هو ديزوس من الدار شتي كنتو ديزوس من الدار شحال من عام دابا وحنا كنا ديو على هاد الخيط هذا ما كاينش اللي جا صابو ما كاينش اللي تمزك ليه كاع كتمشي كتعيط لصحاب الضو واخا واخا ما كيجيوش ليه. كما كتشوف ها هو طايح قاطع الطريق سادينا من هنا سادينا من اللي اللي كيبغي يدوز كيجي كيجي بديميتو. وهنا الدراري عندنا في خطر يخرج هذا الدراري صغير صاب بشا يضرب الضو الله يرحمه الله يعلم شحال من واط دايزه هنايا دايزه واحد 1000 واط 1000 واط لا ضربت لك الدراري غتشاشمو هنا الجيم يجمعو لا حي اليمنتون هادي. إذن مشاهدينا فكما كتابعوا معنا من خلال هذا البث المباشر في غياب يعني المسؤولية فهاد كيقولوا هاد الساكنة أنهم تواصلوا عدة مرات مع الجهات المسؤولة يعني بعد ما سقط هاد السلك الكهربائي لواحد المدة ديال 6 سنوات. وكما كتابعوا معنا مشاهدينا فهاد السلك اللي كيهدد سلامة المرة وسلامة المواطنين مشاهدي قناة شوف تيفي. واحد 6 سنين من الناس بضروري إذن مشاهدينا كما تابعتوا معنا من خلال هذا البث المباشر فخطير هذا الشيء اللي تابعتوا معنا مشاهدينا يعني سلك كهربائي كيهدد سلامة الساكنة هنا بحد السوالم. سميت المنطقة دوار دوار ولاد جامع دوار ولاد جامع المدة ديال 6 سنوات وهذا السلك يعني سقط على الارض كما كتابعوا معنا مشاهدي قناه شوف تيفي. فشفتوا معنا الرساله ديال الساكنه اللي تيقولوا انهم يعني عده مرات كيناديوا على الجهات المسؤوله لكن لا حياه لمن تنادي. نلقاكم ان شاء الله مشاهدي قناه شوف تيفي في مباشر جديد في موضوع جديد. الى اللقاء.